الثانية عشرة ظهراً، أهلا بكم. نبدأ خدمتنا الإخبارية من النشاط الرئاسي، حيث يستقبل اليوم رئيس عبد الفتاح السيسي وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي المار بروك، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. ومن المقرر أن يبحث أعضاء البرلمان الأوروبي مع رئيس السيسي تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. يرأس بروك وفداً يضم أعضاءً من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وقبرص. يتوجه اليوم سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة تستغرق 3 أيام. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي. أضاف أن الزيارة تشمل لقاءات مهمة مع وزير الخارجية الأمريكي وأعضاء الكونغرس ومجلسي النواب والشيوخ. انطلقت اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على دولتي المصب مصر والسودان. وقال رئيس الجولة الحالية سيف الدين حمد إن الاجتماع يناقش المقترح الفني للمكتبين الاستشاريين BAL وأرتيليا. كما أضاف أن الجولة هذه تهدف إلى التوصل لمقترح موحد يستوعب ملاحظات الدول الثلاث. منعت محكمة جنايات القاهرة في أولى جلساتها المنعقدة اليوم في معهد أمناء، منعت وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي و12 موظفا بالداخلية من التصرف بأموالهم. كان قاضي تحقيق المنتدب من وزارة العدل في وقت سابق قرر إحالة حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ تجاوز 2,388,000,000 جنيه. أعلنت هيئة ميناء دمياط إغلاق بغاز الميناء حفاظاً على سلامة السفن، وذلك بسبب الأحوال الجوية ووصول الرياح أو سرعة الرياح إلى 35 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار. وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل أنه يوجد بالميناء 22 سفينة، وأضاف أنه سيعاد فتح البغاز بمجرد حدوث تحسن في الأحوال الجوية والمائية. عربياً، قتل جندي سعودي ومدني الليلة الماضية بمنطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إن إحدى دوريات حرس الحدود تعرضت إلى مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية، ما نتج عنه مقتل أحد أفرادها، فيما قتل أحد المقيمين في سقوط قذائف على مدينة نجران. وبحسب بيانات رسمية فقد قتل أكثر من 90 شخصا من مدنيين وعسكريين بقذائف أطلقت من اليمن على جنوب المملكة منذ بدء التحالف العربي عملياته العسكرية ضد الحوثيين في مارس الماضي. قلل محسن الشمري وزير الموارد المائية العراقي من أهمية تحذيرات بأن سد الموصل سينهار، موضحاً أن الخطر المحدق بالسد لا يتجاوز 1 بالألف، وقال إن الحل هو بناء سد جديد أو إقامة جدار دعم خرساني عميق. وكان الجيش الأمريكي قد حذر من أن انهيار السد الكهرومائي الذي يبلغ طوله 3.6 كيلومترات والواقع قرب الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش شمال العراق سيكون كارثياً. يذكر أن سد الموصل يحتاج منذ بنائه في الثمانينات لحقن يومي بنحو 6 أطنان من الأسمنت. أكدت كوريا الشمالية أنها نجحت في وضع قمر صناعي في المدار بفضل إطلاقها صاروخاً باليستياً. وقال التلفزيون الرسمي أن إطلاق الصاروخ تم بأمر من الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ وان شخصياً، مؤكداً على مواصلة البرنامج النووي لبيونغ يانغ والذي يحظى بمعارضة غربية واسعة.
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا صباح اليوم في نيويورك في شكل مشاورات مغلقة بناء على طلب كل من اليابان والولايات وكوريا الجنوبية بهدف بحث إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. قالت بيونغ يانغ أنه وضع قمرا صناعيا في مداره حول الأرض. ومن ناحيته طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من بيونغ يانغ الكف عن ما أسماه بالأعمال الاستفزازية. يذكر أن الشاطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية يخضع لعقوبات دولية مشددة إثر إطلاقه صواريخ باليستية ونحو 4 تجارب نووية كان آخرها الشهر الماضي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان أمس إلى 20 قتيلا إضافة إلى مئات الجرحى وعشرات المفقودين. وتسبب الزلزال في انهيار وتضرر عشرات المباني أحداها مكون من 17 طابقا حيث تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت ركامه، والذي تقدر فرق الإنقاذ والإغاثة المحلية عددهم بما يزيد عن 150 شخصا. رياضيا ومع الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث فاز أمس المصري على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن فعاليات الأسبوع 17 ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، بينما يبقى المحلة في المركز قبل الأخير ب6 نقاط. ومن جانبه حقق وادي دجلة فوزا هاما على الاتحاد السكندري ب3 أهداف مقابل هدف واحد ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز 12، ويبقى الاتحاد في المركز 9 ب22 نقطة. وعلى السادس السلام، حرم الانتاج الحربي فريق الداخلية من مواصلة التقدم نحو المربع الذهبي وتعادل معه بهدفين لمثلهما ليرتفع رصيد الانتاج إلى 22 نقطة في المركز 8، بينما يرفع الداخلية رصيده إلى النقطة 27 في المركز 5. وفي الجولة ذاتها تجرى اليوم 4 مباريات، حيث يلعب اتحاد الشرطة مع بتروجيت ويخرج الإسماعيلي لملاقاة أسوان، بينما يستضيف سموحة فريق طلائع الجيش ويلتقي إنبي مع مصر المقصة. نهاية الموجز، في أمان الله.